معايا الاستاذ حاتم النجيب، هي مسؤول الخضر والفاكهه بالغرفه التجاريه. استاذ حاتم اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ سيد وكل الساده المشاهدين وكل متابعيك اينما كانوا. ايه يا عم الاسعار دي يا عم؟ استاذ سيد احنا عاذرين الناس وعارفين ان الاسعار غاليه، وبنؤكد على ان احنا عارفين ان الاسعار الناس مش قادره تستحملها، ولكن انا عندي بعض المعوقات واحنا تحدثنا عنها في السابق مداخلات مع حضرتك سابقه منذ سنوات، وقلت رجاء يبقى لدينا ارشاد زراعي كافي، يبقى لدينا تصنيع زراعي المنتج البديل عشان موضوع العروات اللي حضرتك تحدثت عنه ده. قلنا رجاء لابد يبقى احنا داخلين على تغير مناخ وعدم استقرار في الحاله الجويه. والنبي يا استاذ حاتم انا التاريخ، انا المشاهد بتاعي مش عايز تاريخ، من فضلك قول لي دلوقتي. ما هو يعني ده الواقع يا استاذ سيد، ما هو مش عايز تاريخ. اه لكن الواقع ايه؟ اسباب الارتفاع. انا مش كل مره هقعد اشرح التاريخ، انا المشاهد عايز دلوقتي. لا مش بنشرح التاريخ، احنا بنقول اهو احنا دلوقتي الايام اهو الحمد لله رب العالمين بدايه الموسم الجديد، والحمد لله بوادر ظهرت واحنا في الشارع دلوقتي يا استاذ. بوادر ظهرت امتى؟ الحمد لله في خلال بقى لنا يومين اهو المبكر من عروات الشتويه ابتدى يبشر. احنا بقى نزلنا الشارع يا استاذ سيد عشان نقلل حلقات التداول مع شركه النيل الممثله في شركه قبضة ساعات الغذائيه الممثله مع وزاره التموين عشان نوضح حد للمهزله دي وارتفاع الاسعار يا استاذ سيد. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنجيب من الاسواق الجمله اللي بيسوق فيها المنتج لحساب المنتج الفلاح بسعر الفلاح عشان نطرحه للمواطن. والنهارده عملنا اتزان، النهارده الطماطم وقعت 10 جنيه ليه؟ لما احنا بقينا في الشارع. طب ما عملناش كده من زمان ليه لما احنا عارفين الحل؟ لا يا باشا ما ادونا، انا شفت حضرتك وكنت معاك في مداخلات وقلت رجاء يدونا منافذ واحنا على استعداد نبقى في الشارع مع الناس. لما حصلنا على هذه المنافذ نزلنا وقعنا الطماطم 10 جنيه النهارده على ارض الواقع. وحضرتك البطاطس اللي انت بتتكلم عنها النهارده فيها 5 جنيه. يعني على أرض يعني الواقع. يعني دلوقتي قول لي الطماطم بكام؟ النهارده الطماطم في المجمعات الاستهلاكيه بتاعه النيل احنا بعناها ب 25 جنيه بدلا من 40 جنيه. والخيار بكام؟ والخيار ب 10 جنيه بدلا من 15 جنيه. انت متاكد انه ب 10 جنيه؟ لان المشاهدين هيروحوا يجيبوا الخيار ويقول لك ان برنامج سيد علي كذا وكذا، انا ماليش دعوه انت اللي بتقول. جمعيات النيل التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه. احنا طرحنا فيها كميات كبيره وما زلنا بنستلم في المنافس حتى الان. البطاطس يعني بكام يا عم حاتم؟ البطاطس ب 20 جنيه. برضو الاسعار دي غاليه. ما هي دي يعني البطاطس لما تبقى جمله ب 20 وتتباع ب 20 يا استاذ سيد، ما هو الجمله دي لحساب المنتج، يعني ده سعر الغاز. طب نعمل ايه؟ احنا دلوقتي في انتظار الموسم بقى اللي جاي، قدامنا 20 يوم للبطاطس. الطماطم ابتدت الحمد لله المواسم تبشر. عندنا المنتجات الزراعيه بالعروه الشتويه ابتدت تبشر، لازم نشتغل على ان احنا نعمل توازن. طيب سؤالي بقى، سؤالي انت بتكلمني عن العروه الزراعيه الطبيعيه، ما احنا كنا بنتكلم ان عندنا صوبات زراعيه. في درجات الحراره يا استاذ سيد الصوبات الزراعيه ما بتشتغلش في درجات الحراره المرتفعه. الصوبات الزراعيه استعمالها داخل الشتاء عشان الصقيع الشديد، واحنا كنا بنزرع بعض المنتجات الخيار الصوب. الخيار الحمد لله ابتدى يشتغل، ابتدت الصوبات تطلع دلوقتي، لان كان في السابق ما كانش فيه خيار صوب، كان خيار بلدي، لان الشهر 7 و6 و8 ده كله خيار بلدي، الخيار الزراعات التقليديه المكشوفه. فاحنا دلوقتي دخلنا في الصوب، الصوب دلوقتي الحمد لله ابتدى ينزل وموجود بكثافه وموجود بغزاره. هو سعر الثوم كام دلوقتي يا استاذ حاتم؟ ايه يا فندم؟ الثوم. الثوم ده مش موسمه. واحنا عندنا اخر التوم شهر 3، واحنا التوم قابل للتخزين، ونشدنا الناس من خلالك ساعه لما كلمت حضرتك في شهر 2 وقلنا التوم شغال هيبشر الناس تاخد احتياطاتها لان التوم بيخزن لعام مقبل. لكن دلوقتي ده مش وقت التوم، احنا لسه يا دوبك يعني قدامنا بقى لغايه شهر 3 اللي هو بتاع التوم الجديد. التوم يتراوح سعره من 40 جنيه لغايه 55 جنيه. معقوله يا استاذ حاتم؟ ده الصيني ما عندناش، ده الصيني اللي احنا بنستورده من الصين يا فندم. الصين؟ ايوه طبعا. لان ربات المنازل بيستسهلوا الثوم الصيني وده كويس وشكله حلو في التقشير والكلام ده. قلنا رجاء الناس تاخد ثوم مصري، الجودة الثوم المصري اعلى باعلى اضعاف الثوم الصيني، رجاء الناس تاخد. وبالتالي الناس في الموسم بتاعه
السيدات المحترمات ربات البيوت أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا يعني خزنوه في طرق كتيرة جدا موجودة على النت، بيتخزن بتحط في الفريزر بتحط بيتهرس وبتحط يعني حتى بيبقى جاهز للاستخدام. من فضلكم علشان مش كل شوية في كل موسم هنطلع نقعد نصرخ ونقول الكلام ده. بشكرك يا عم حاتم، أستاذ حاتم النجيب. بحس في نهاية الحلقة ان انا يعني كنت بلعب ماتش 90 دقيقة الحقيقة، وهو البرنامج بقى ساعة ونص بس، 90 دقيقة انا بجري فيهم، 90 دقيقة رايح جاي الحقيقة.